كيف كان سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه عند قدومهم من السفر؟ كان صلى الله عليه وسلم يصافحهم ويقبلهم يعانقهم عليه الصلاة والسلام، يقدموا من سفر يعانقهم ويصافحهم عليه الصلاة والسلام، كما قبل جعفر بن أبي طالب لما قدم عليه في تبوك. فالتقبيل من القادم من السفر يعني المعانقة هذه مشروعة. نعم.